اسمعي يا بنت الحلال، انت ما لازم تسمحي لهذا ايمان يكوش على رزق ابوكي. انا هذا شيء ما رضيان عنه بنوبه. طيب وانا شو طالع بايدي؟ لك شو طالع بايدك لك يا ريم؟ اذا ضل هيك الوضع جوازتنا رح تتاخر كثير ويمكن كلها ما تصير. ليش بقى؟ لانه هذا ايمان صاير هو الامر الناهي، يعني انا حاسس حالي شغيل عنده، لك كل المصاري بايده مكوش عليها. طيب هلا بس يجي اخي شوكت رح خليه يروح لعند العقيد ويطالبه انه يبعد عن رزقنا هذا ايمن. منيح هيك؟ لك يقبرني اللي خلقك، هذا هو الحكي. لأننا نتجوز وبدنا نعيش تحت سقف واحد، يا اما هي القصه كلها ما بتتم ماري. حاضر ابن عمي. يلا ديري بالك على حالك بخاطري. مع السلامه. شبك شوكة؟ مالك عاجبني؟ لك هذا ايمن كوش على دكانة الصوف وعلى دكانة العلف وعلى الارض وعلى الزري بيت الخوري، لك ما خلالي شي يخرب بيته من حاله. الحق عليك ولك شوكة، الحق عليك. ليش انا شو دخلني؟ شو كان فيني اعمل؟ انت مسكته رقبتك وخليته يكسر لك اياها كمان. ايه لا افا اخي، كمان هاي وصية ابي. ولو كانوا لك شوكة، بس ما بخلي واحد غريب يفوت ويمسك كل الرزق. بعدين هي كلها الوصية ما فاتت بأعلي، لأن الوصية كلها كذب بكذب. شو قصدك يعني؟ الوصية لعبة من العقيدة بالخير؟ لك معلوم، المفروض أبوك يقول لك أنه كاتب وصية، هيك ولا مو هيك؟ إيه والله، لو كان في وصية عن حقها كان أبي خبرني. اسمع شوكة، انت لازم تخلص منه لهذا ايمان، لانه اذا ما خلصت منه رح يصفى لك بيت ولا مصاري ولا لقمه اكل تحطها بتمك. ابو الزلف، ابو الزلف. نعم معلمي. نعم. لك ابني مين هذا التاجر اللي اخذ طلبية كبيرة من عنا ومرجعة كلياتها القمح والعدس والفاصوليا؟ هذا زبون قديم وما عاد اخذ من عنا شيء من زمان. وليش ما عاد اخذ من عنا شيء؟ شنو صار ياخذ من عند غيرنا معلمي؟ ايوه. طيب خدني على دكانته. خير؟ ليش معلمي؟ هيك جاي عبالي شوفه، عندك مانع؟ والله اللي احنا متخانين اللي احنا معه من زمان، واذا اجى هلا المعلم فاخر وما لقاني بده يزعل مني كثير. فدو 60,000 جهنم، انزل ولا رضي. بدك تاخذني لعنده هلا وعلى دكانته؟ والله يا معلم ما بقدر. وليش ما تقدر؟ ولا بدك تحكي احسن ما اشحطك على الكركون وخلي يوزباش يعمل لك فلقه على كيف كيفك. ليش انا شو مساوي ليعمل لي فلقه؟ والله ما مساوي شيء يا معلمي. ولا هاي البيعه فيها نص واحتيال، يعني سرقه، يعني عم تسرق المكان اللي عم تاكل منه وتشرب انت وعيلتك يا حرامي. والله انا ما دخلني. مين اللي دخله؟ ولا معلمي فاخر هو اللي قال لي. شو قال لك؟ احكي. ولا